بسم الله الرحمن الرحيم. تم بقول الله تعالى إنشاء كراج بكلة. الكراج مهمته نقل الطلاب والطالبات من كلة والمخيمات المحيطة بها إلى مدينة إدلب، إلى الجامعات والمخيمات والكليات والمعاهد، ويقارب عدد الطلاب والطالبات حوالي 150 طالب وطالبة، ويتجاوز عدد النازحين في المخيمات في بلدة كلة ومحيطها حوالي 300 ألف نسمة. وقريبا سننشئ خطوط جديدة تخدم كل الركاب والطلاب في كل المخيمات، ولدينا خطوط جديدة كمان في إلى عفرين وعزاز ومارع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب أحمد من بلدة كلة، طالب في جامعة إدلب، والحمد لله رب العالمين تم المساهمة من أهالي القرية والسائقين في فتح هذا الكراج. وكنا قبل ما يعني يفتتحوا هذا الكراج نقطع مسافة للقرية اللي جنبنا حتى نطلع إنه نروح على الجامعة، والحمد لله رب العالمين بفضل السائقين وأهل البلدة تم افتتاح هذا الكراج، ووفروا علينا كثير أمور، يعني منها إنه ما عدنا نلاقي صعوبة ولا ناكل هم إنه نتأخر على جامعاتنا، والحمد لله رب العالمين سائقين يعني كويسين معنا، وكل يوم عم بيطلع مثلاً يعني شيء 150 طالب من الضيعة، طالب وطالب من الضيعة، وفي مخيمات على أطراف القرية السائقين الكرام عبادروا بهذا الأمر وبيبعثوا لهم سيارات يجيبون. الله يجزيكم الخير، ونشكر كل من بادر وساهم في هذا الأمر. تم بعون الله افتتاح كراج في بلدة كلة، نشكر جميع من ساهم بهذا الأمر، والحمد لله شباب السائقين جميعا عم بيخدموا كافة الطلاب الموجودين في بلدة كلة والموجودين خارج بلدة كلة اللي هن أخواتنا الموجودين في المخيمات، وبنفس الوقت عم بيطلع من قلب بلدة كلة، من قلب كراج كلة عم بيطلع 150 طالب، والشباب السائقين عم بيخدموا كافة الطلاب الحمد لله لوصولهم إلى أدلب، إلى جامعاتهم، إلى معاهدهم، إلى كليات الجامعة بشكل دائم.